بالإضافة كمان الظاهرة الجوية اللي دايما مؤثرة معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة مع وجود امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، هي الشبورة المائية. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الأماكن وتوصل لحد الضباب. طب يعني دكتور أنا عايزة بس أسأل حضرتك على موضوع الشبورة ده، يعني لو في نصائح ممكن نوجهها لسائق المركبات إزاي يتفادوا يعني خطورة القيادة في وقت فيه شبورة زي ما حضرتك بتقولي. طيب، هو احنا الشبوره المائيه الاول هتكمل معانا بكثافتها دي لحد نهايه هذا الاسبوع، يعني توصل لحد الضباب، يعني انخفاض رؤيه افقيه اقل من 1000 متر. فعشان كده احنا مهم جدا اثناء يعني تكون الشبوره المائيه اللي هي في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، دي اوقات تكون الشبوره المائيه وخاصه الكثيفه، مهم جدا تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر على الطرق، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات ونتبع كافه تعليمات المرور. والشبوره المائيه بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تدريجي مع الساعه 7 8 صباحا تبدا تدريجيا الشبوره المائيه في التلاشي وفي الاختفاء، وتبدا الرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق. لكن مهم ناخد بالنا خلال الفتره اللي جايه ان هي هتكون كثيفه بشكل كبير وهتوصل لحد الضباب في بعض الاماكن. كمان اليوم متوقع ان احنا يكون معانا فرص ضعيفة الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من شرق جمهورية مصر العربية زي سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، بعض المناطق من وسط سيناء، لكن كلها فرص أمطار يعني خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم. هيستمر على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله الارتفاعات الافقية من درجات الحرارة فترة النهار والشبورة المائية الكثيفة. مهم كمان بس ننصح كل السادة المواطنين لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، لأن زي ما قلنا في الأول في فرق درجات حرارة بين فترة النهار وفترة الليل بدأ يزيد بشكل كبير، تغيير نوعية الملابس ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فمهم جدا ناخد بالنا. وعلى الأقل لو بنخرج فترة الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر يفضل إرساء الملابس الخريفية ونصطحب معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة.